كانت وقمة هذا الشوط. هناك البداية، والبداية أكيد بلا شك ستكون مطمنة للجميع. عودة إلى بداية الشوط المركز الأول، وهنا من سيطر على مقدمة الشوط لسمو الشيخ الحمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يستفتح النداء من خلال تواجد صغان بقيادة المضمر عبد الله بن ثعيلب الهاجري، بينما الا المركز الثاني، المركز الثاني شعار هجن زعبيل بدا يتقدم في هذه اللحظه، يقدم لنا شاهين بقياده مضمر هجن زعبيل راشد بن محمد بن مروشد يحتل المركز الثاني. المركز الثالث اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقياده المضمر مشعان بن سعيد بن غدير يحتل ثالث المراكز في هذه اللحظه، بينما المركز الرابع هناك اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ايضا بقياده قيادة المضمر حمد بن عبد الله بالطير العامري يحتل المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس نقل الى شاهين الاخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مضمر المتعب، بقيادة المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد يحتل المركز الخامس في هذه اللحظة ضمن المجموعة الأولى اللي يعني يتقدم من خلالها أسماء قوية وأسماء عملاقة. بينما المركز السادس نشوف المركز السادس الشامخ لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي يضمر سالم بن علي بن مخيت المسافري يحتل المركز السادس، وإلا المركز السابع صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرطي الحميري يتولى عملية التدريب والتضمير. بينما المركز الثامن اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ياتي غزيلان بقياده عتيج بن سالم العرضي الحميري، والمركز التاسع هناك هجن العاصفه بدات الان تتقدم بوجود لزيم ليحتل المركز التاسع ويضمر حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز العاشر وصول سراب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم وسعيد بن عبيد الحميري يتولى عمليه تضميره. مشاهدينا الاعزاء، هذه الاسماء الاولى المنطلقه حتى هذه اللحظة في هذا اللقاء وفي هذا الشوط في هذه الفترة المسائية. شوطنا السابع يسير، ولكن عودة إلى بداية هذا الشوط، لا زالت الأمور مشاهدينا الكرام لم تتضح، ولكن البداية في تقدم واحتلال المركز الأول من خلال تواجد شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد، حيث تقدم وقدم لنا شاهين في هذه الانطلاقة إلى المركز الأول. بينما المركز الثاني، المركز الثاني يصل من خلال شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، وياتي حمد بن عبد الله بالطير العامري مرافقا له في التضمير ليحتل المركز الثاني. لكن المركز الثالث هنا مصيحان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ويا عبد الله بن سعيلب الهاجري يحتل ويتابعه في عمليه التضمير والتدريب. مشاهدينا الكرام، بينما المركز الرابع، المركز الرابع ها هو مشاهدي الاعزاء يصل من خلال هذه اللحظات. في المركز الرابع مشاهد الاعزاء شاهين اسمه الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم مشعان بن سعيد بن غدير في عمليه التضمير والتدريب في المركز الرابع. والمركز الخامس يصل لزيم لهجن العاصفه يضمر ويتابعه في التدريب الواثق حمد بن راشد بن غدير. بدا الاقتراب في المواقع المتقدمه في هذه اللحظه. المركز السادس سراب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في التضمير. هنا يصل في هذه اللحظه صغان اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بسالم بالعرطي الحميري في تضمير. سابعا المركز الثامن ياتي شعار الغرافه ليتقدم بوجود شاهين لسعاده الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني، وفي التضمير عيد بن عامر المدهوشي احتل المركز الثامن في هذه اللحظات. المركز التاسع وصل شعار هجن العاصفه ووصل الذيب في هذا الموقع ومحطم، بينما في تضمير حمد بن راشد بن غدير. هذا اللي موجود حاليا حتى اللحظة، ولكن 1200 على خط النهاية. والمركز الأول لا يزال شاهين مشاهد الأعزاء مغردا في بطولة هذا الشوط، مغردا في ناموس هذا الشوط حتى اللحظة، لا زال هو يعني شيخ الشوط، شيخ الشوط ما شاء الله تبارك الله. هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضمر سعيد بن محمد بن مروشد يحتل المركز الأول، لكن أشوف يعني بدأ الضغط والخطورة حتى اللحظة، الخطورة بدأت في هذه اللحظات. مشعار هجن العاصفة هجوم ثلاثي مباغت
سريعا سريعا يا المتعب الصغير. اشوف لزيم واصل والذيب لهجن العاصفه بينما في تضمير حمد بن راشد بن غدير والمركز الرابع لسعاده الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني والمضمر هناك عيد بن عامر المدهوشي. لكن الله يا شاهين خلاص بدا يعني ينفرد، بدا ياخذ زمام الشوط منذ تقريبا الى 2 كيلو متر وهو يحلق في اجواء الناموس، يسير حيث ما كان حيث ما يريد له يعني مالكه ومضمره بان يكون في موقع يجسد له التاريخ ويسجل باحرف من ذهب في مشاركاته القويه. اكيد تهانينا لبرايس الشيخ حمدان بن راشد المكتوم حيث كانت انطلاقته في مستوى هذا الشوط ومستوى اللقاء الجميل. سار الشوط وانتهى، ولكن شاهين يظل مشاهدين الاعزاء الابرز في انطلاقه هذا الشوط منفردا بالمركز الاول متحديا الجميع بعضلاته. ينفرد في هذه اللحظات، اكيد يريدونك تشجع، يريدونك تبدع يا بن مروشد. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على هذا الدعم الكبير لهذه الرياضه، وتهانينا للمتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد المركز الثاني، ياتي الذيب من هجن العاصفه المركز الثالث، سعاده الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني المركز الرابع، والخامس مشاهدينا الاعزاء كان من هجن العاصفه مشاركه في انطلاقه هذا الشوط. هكذا أيها الحمل الكريم كانت النتيجة في ملتقى هذا الشوط، لكن نعود إلى لحظات الوصول ولحظات النهاية التي ابتسمت لي شاهين حيث أدى أداء عملاق وأداء أكيد بلا شك يجسد أداءه المميز في الميدان. 7 دقائق 47 ثانية 9 أجزاء من الثانية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب بقيادة سعيد بن محمد بن مروشد المتعب الصغير ليفوز بهذه الانطلاقة. تهانينا ناموس المركز الثاني في هذه الانطلاقة مشاهدينا الكرام. المركز الثاني هجن العاصفة تقدم مشاهدينا الكرام الذيب، تهانينا والناموس. 7 دقائق 50 ثانية 6 أجزاء من الثانية، والمركز الثالث كان شاهين لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني في عملية التضمير والتدريب. ياتي سعيد او عيد بن عامر المدهوشي. مشاهدينا الكرام تهانينا للجميع على هذا الفوز والانتصار. مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل، وها هي انطلاقه شوطنا الثامن تمت بعون من الله تعالى وتوفيق. شوطنا الثامن الخاص هنا ايضا باللقايه القعدان المهجن.